اللي هو العسوي قال انه ما بيديرش وزاره الداخليه بقاله 3 ايام. يعني اللي بيدير وزاره الداخليه الشرطه العسكريه، والشرطه العسكريه دي تبع الجيش مش تبعنا ومش تبع الداخليه. يبقى المسؤول عن كل اللي بيحصل ده المجلس الاعلى للقوات المسلحه. عايزين وضوح، عايزين حد يطلع يقول لنا بالظبط كده مين المسؤول عن المجزره دي. هل المسؤول عن المجزره دي راجل يقول لنا ماليش علاقه؟ ده من الاسكندريه، ده بالصوت الفيديو ده يا شباب، ده بالصوت ولا لا؟ الفيديو اللي هنعرضه دلوقتي بالصوت ولا لا؟ في فيديو ورد الينا من المشاهدين على ناس بوك من الاسكندريه. اين الفيديو يا صفيناس؟ كمل يا خالد. طيب، فالاعتذار لازم يكون معاه تقديم المسؤولين عنه. دقيقه واحده اتفضل. بص حضرتك، التشنج ده من الغاز، الغاز التشنج ده شايف ايده، التشنج ده غاز. بص حضرتك اتفضل، الحالات دي بتحصل بشكل لحظي، بشكل ده يعني مش كل ساعتين ولا حاجه، ده كل ثانيتين. يا مستشفى قصر الدباره باسكندريه المصابين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. المصابين يا استاذ، المصابين في الميدان كانوا حوالي من 20 ل 25 مصاب في الساعه. اثناء خطاب المشير وبعد مباشره وصلت ل 40 ل 50. الكلام ده بناء اللي قاله الدكتور ضياء اللي هو متواجد في مستشفى عمر مكرم. بالاضافه لده يا دكتور ممدوح، والوني بالفيديوهات وعايزين التحقيق. اعلن اللي هو مدير المستشفى الميداني او المسؤول عنها ان الغاز ده بيخلي كل 5 يصابوا كل دقيقه، 5 مصابين بالغاز بالاختناق وكل مظاهر الغاز كل دقيقه. يعني معنى ذلك ان 60 واحد في الساعه، 5 كل دقيقه يعني 300 واحد في الساعه. لا لا، وقال ان في اليوم في 5000 واحد. ده تليفون ضياء الدكتور اللي هناك لو تحبوا. ده معناه انه طبعا الموضوع خطير. طيب الغازات دي لم نراها من قبل ولا حتى ايام 28 25 و 26 و 28 مظبوط. ايوه اتفضل يا فندم، اتفضل يا خالد كمل. الاعتذار ليه شروط عشان يتقبل، اولها تقديم المسؤول عن المجزرة دي للمحاكمة، تانيها تسليم السلطة فورا للمدنيين لانه ما بقاش في احتمال تاني ان احنا نقبل وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر. المجلس العسكري يرجع بقى لسكناته واحنا مش قابلين استمراره ولا لحظة واحدة على رأس السلطة في مصر، وقاعدين في التحرير من الاخر كده عشان نجيبها على بلاطة يعني، ولا انتخابات. وانا اصلا خجلان من الناس اللي بتتكلم عن الانتخابات في ظل حالات القتل اللي حاصلة وحالات وفي ظل المجزرة اللي حاصلة في شارع محمد محمود. بوضوح كده احنا قاعدين في الميدان لحد ما يسلم السلطة لسلطة مدنية. باختصار يعني. بس عايز اقول لحضرتك حاجة يعني. عايزين نسمع الشباب، اتفضل يا فندم. انا بس تعقيب سريع يعني احنا الاعتذار ده احنا طالبنا امبارح لو ان المجلس العسكري ليس له علاقه، الكلام ده شوف حضرتك اختار برنامج اللي هو خاص باستوديو 27 لان انا كنت شاهد فيه انا وشادي الغزالي كان معايا وثلاثه اخرين، وقلنا وعدد 3 ساعات وقلنا طالبنا مطلب اذا كان الـ 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 يعني هناك اثبات لحسن النيه يبقى لابد ان يصدر قرار وامر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه فورا، ورئيس المجلس الاعلى هو رئيس الدوله بصفه مؤقته يصدر امر بوقف ده. فاحنا رئيس الحكومه يصدر امر لوزير الداخليه، يصدر امر للناس يوقفوا النار. اما الشباب اللي مش يقول لك ده معركه متبادله، متبادله ايه؟ ده ناس معاهم حواره بيدافعوا عن نفسهم واقفين قدام بيصدوا جحافل الشرطه اللي موجودين. وبالتالي ما صدرش حتى الان امر بايقاف اطلاق النار. يعني بيعتذر عما مضى، طب واللي جاي؟ والمجزره اللي شغاله دلوقتي؟ يعني مين المسؤول عنها؟ يعني مش قادرين نفهم، يعني مفيش مسؤول في البلد. اتفضل. اسمحي لي يا استاذ. اتفضل. انا بقالي من يوم الاحد تقريبا، انا كنت جمعه يعني كنت في دمياط عشان موضوع المينا، فلما جيت السبت بعد الظهر، ومن ساعتها الى الان بنحاول نعمل فض اشتباك ما بين الطرفين. ايوه. فانا متهيألي ان هناك وزارتين للداخليه. وزارة مكاتب مؤدبين جدا مستعدين يعملوا حاجة عشان يوقفوا. هناك وزارتين للداخلية.
هناك ده راي الدكتور ممدوح حمزه. هناك وزارتين للداخليه وانا متهيألي وزاره مكاتب اللي هم الناس اللي بنقابلهم حسنين النيه عاوزين يعملوا اي حاجه عشان يوقفوا كلامهم. جميل كلامهم فيه صدق ولكن في وزاره الشارع وزاره الداخليه الشارع. متهيألي لما الوزير العسوي قال انا لا ادير وزاره الداخليه قد يكون لا يقصد وزاره الشارع. انا كنت الناس اللي هم بقايا العدل في داخل الوزاره عملوا عليه انقلاب. ده احساسي وتوقعاتي بعد 3 ايام شغل معاهم. هو لا يستطيع 4 ايام بنقول الكلام ده. اللواءات اللي موجودين في المكاتب ما افتكرش لهم سلطه عن الناس اللي موجودين في الشارع. ليه؟ بنتفق معاه بطل وننزل نوقف الشباب نلاقي يزداد. يا دكتور تفسر بايه حضرتك الثلاث مدرعات اللي نزلوا النهارده وقفوا في نص شارع محمد بين المتظاهرين مدرعات جيش بين المتظاهرين وبين الداخليه وبعد شويه انسحبوا والداخليه بدات تدور الضرب تاني في الناس. تفسروا بايه بقى حضرتك ده؟ انا جاي لك للميكانيزم الثاني بقى ان ما حدش قادر على ازاي يعني الجيش مش قادر عليهم يعني الجيش مش قادر على دول الجيش مش ممكن يكون مش قادر على دول. انا في لواء مش صحيح يا دكتوره مش ممكن يكون الجيش مش قادر على دول. ممكن ارد عليك؟ اتفضل اتفضل يا دكتور. معاهم بلطجيه ومعاهم في لواء من الجيش طلبني اروح اقعد قبل في الداخليه عشان اساعده وهو بيتكلم بتوع الداخليه. وانا اؤكد لك ان وزاره الداخليه بشرطه اللي هي موجوده في الشارع وفي ايدها الامن المركزي وبعض الضباط لا يقدر عليها اليوم الدفاع والا كان وقفه. طب يبقى ما يستحقش وعلى الله القصه. لو مش قادر على كام ضابط داخليه يبقى ما يستحقش وعلى الله القصه. انا مش النهارده باخد قرارات. انا بقول لك خبرتي من 3 ايام محاولات مستميته لايقاف حقن الدماء مش عارفين يدوا قرار. وجودك مشكور يا دكتور. واحنا شركاء لحضرتك. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. دكتور عارف ان اغلب الامن المركزي ده مجندين. يعني المفروض دول تحت سيطرة الجيش اصلا مش تحت سيطرة الداخلية. انا جالي مكالمة من اسكندرية من شاهين احد شباب المجلس الوطني. انا شفت عسكري شوح لضابط وقال له ما معنى لا هسمع كلامك ولا ليك علاقة فيا وهعمل اللي اعمله. احنا عندنا تسيب في وزارة الداخلية. ليه؟ لان كل الناس نادوا بإعادة هيكلة. هل تم إعادة هيكلة؟ ما تمش. هل انت لما شلت العدلي واثنين ثلاثة لواءات الاخت بوسينة كامل لما اتقبض عليها الساعتين اللي اتقبض عليها الضابط قال لها ايه يا مصطفى شوقي؟ قال لها حبيبي قال لها انا فل من الفلوس. ايه؟ قال لها انا فل. قال لها انا فل. وقال لها حبيبي يا عدلي. حبيبي العدلي. سمعت القصه دي؟ ايوه قالتها عندنا هنا في البرنامج كانت قاعده معانا. فالنهارده عشان نشخص المرض بالظبط ونعرف احنا رايحين على فين نعرف ان عندنا مشكله جامده جدا في الداخليه وان الداخليه دي مش وزاره واحده والهيراكي سيستم بتاع قيادتها مش مستمر وان الفلتان مش فقط على ايدين جزئين يعني لواءات هنا وهناك لا ده منقسمه. هذا هو المشكله. فاذا اردت ان تطفئ حقن الدماء النهارده على الجيش ان يتخذ خطوات ايجابيه في اعتقالات لمن يقوم بضرب النار. اعتقالات ايوه مش اقل من كده لان الاوامر مش هتجيب نتيجه. أنا بس إذن الأمر قدام الرأي العام يا دكتور ممدوح. طب أنا بقول لحضرتك هو اعتقالات. لا ما صدقش اعتقل والله يا فندم. الرأي العام مش عاوز كلام. الرأي العام عاوز يشوف الناس اللي بتدمعوا واللي بتسحلوا والناس اللي هم بيتنقلوا في عربيات الإسعاف بمعدل 40 حالة في الساعة وعلى الموتوسيكلات دي تقف المشهد ده لازم يقف. من الذي يصدر الأوامر في الداخلية بإطلاق النار وبإطلاق المطاطي والغازات على المتظاهرين؟ لازم في شخص مسؤول بيصدر. دي القوة المضادة. مش معقول ما دي القوة المضادة للثورة. الناس ما بتشتغلش كده. المسؤول الحقيقي. دي القوة المضادة للثورة. المسؤول الحقيقي عن إعطاء الأوامر لكل من يطلق رصاصة واحدة وزارة الداخلية هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظهر جليا لكل ذي عينين في ميدان التحرير وخارج ميدان التحرير وراء شاشات التلفزيون وبعد الكليب حضرتك كل شويه بتعرضيه بالاغنيه الرائعه بتاعت محمد منير. ده المجلس العسكري هو بالفعل راس الثوره المضاده في هذا الوطن. المجلس العسكري لا يريد اي حاله من حالات الاستقرار في مصر.
وزارة الداخلية اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا 10 شهور من اول الثورة، حوالين اعادة هيكلة، حوالين تطهير، حوالين قطاع الامن المركزي اللي كان يجب حله من اول لحظة بدأت فيها جمهورية الثورة. مفيش اي دنيا، مفيش اي بلد في الدنيا، مفيش اي بلد في العالم يحال فيها المجندين لعمليات قمع داخلي، لجهاز وظيفته ومهنته هو إدارة عملية القمع الداخلي. مفيش أي حتة في العالم فيها حاجة اسمها أمن مركزي يجند ليه المواطنين عشان يقمعوا إخواتهم وأولادهم في الشارع. كل اللي حصل سيناريو أعتقد إنه واضح جدا، مؤامرة دنيئة أعتقد إنها دبرت بشكل جيد جدا من قبل المجلس العسكري يعني استمرار مسلسل الانقلاب على الثورة المصرية، بداية بضرب الشهداء، ضرب المصابين جدا. اللي كانوا معتصمين 150 واحد اللي كانوا معتصمين في جنينة المجمع في ميدان التحرير بكل أشكال القمع والعنف، بقالهم 8 أيام اللي كان بيقود العملية، اللي كان بيقود العملية احنا بقى نعرفه كويس جدا، اللي كان بيقود هذه العملية هو سامي سيدهم. سامي سيدهم هو واحد من جزارين الداخلية اللي كان مسؤول عن فض اعتصام القضاة بالقوة وحبس وسحل كل اللي كانوا موجودين اثناء اعتصام القضاء. سامي سيدهم واحد من الناس اللي تاريخها معانا كنشطه وشباب مسيسين، من اقذر الشخصيات اللي لها تاريخ. لا لازم نستعمل الفاظ، احنا برضو على شاشه التلفزيون ومهما كان الموقف لازم نستعمل الالفاظ المقبوله. كلام موضوعي يا مصطفى. اسوأ وعلى فكره ساعات اللي هو سامي سيدهم لو نستطيع الاتصال بيه عشان يرد ويسمع. كان المسؤول الاول وسهل المعاملين المصعبين قدام الميدان سليم النقاب، ويسال كل النشطاء حوالين تاريخ سامي سيدهم في التفاعل معاهم طوال الفتره ما قبل الثوره واللي اترقى بعد الثوره. الحاجه الثانيه، تسلمت عجلة القيادة في قمع المتظاهرين والمحتجين في ميدان التحرير من بعد يوم السبت مباشرة للواء حمدي بديل، وكل ما نراه من مجازر حقيقية على أرض الواقع في ميدان التحرير يسأل عنه بشكل مباشر ويحاكم عليه بشكل مباشر اللواء حمدي بديل. الشباب اللي بيفقدوا عينهم كل لحظة في شارع محمد محمود ما بيفقدوش بصرهم علشان هم شباب أهوج 16 و17 سنة داخل يودي نفسه للموت ويستفز وزارة الداخلية، بالعكس تماما، ده شباب يأبى أن يظل بنظره وهو يرى نظام مبارك يعاد إنتاجه من جديد.